الحقوا بيلي كانت هي المدرسة في مسرحية مدرسة المشاغبين. أنا عارفة إن ده لعب في سبب طفولتنا، بس معلش واستحمل عشان طلعت فيه أدوار كتير متغيرة. انتشر إعلان قديم لمسرحية مدرسة المشاغبين سنة 73 واللي كان لعرض المسرحية في بيروت بعد ما حققت نجاح كبير في مصر، عشان كده عنوان الإعلان كان مسرحية المليون مشاهد. حلو قوي. الإعلان ده بقى كان مكتوب فيه إيه؟ أقول لك إيه؟ لأول مرة في بيروت مسرحية مدرسة المشاغبين بطولة نيلي وعبد المنعم مدبولي وعادل إمام وسعيد صالح وضيف الشرف حسن مصطفى. اربط عندك، اربط عندك اللي بتقول. بتقول نيلي وعبد المنعم مدبولي إزاي يعني؟ نيلي يا سيدي كانت مكان سهير البابلي واعتذرت، وعبد المنعم مدبولي كان في دور نظر المدرسة، بس بسبب بروزة عادل إمام وسعيد صالح في المسرحية وتزويدهم إفيهات جديدة عبد المنعم مدبولي اتضايق وقام اعتذر وساب المسرحية، عشان في الآخر تطلع بالشكل اللي عشنا معاه ده. ده مطلعش كمان دي بس المسرحية اللي تبدل فيها أدوار بسبب إن حد اتضايق من ممثل معاه. فمسرحية ريا وسكينة اللي ولدت الفنان أحمد بدير وظهرته لينا طلع ده ما كانش دوره أصلاً، والصدفة بقى هي اللي لعبت لعبتها وكان مكانه الفنان حمدي أحمد. بس حسب ما حكى المنتج سمير خفاجي وبرضه حكيته سهير البابلي إن المسرحية لما اتعرضت في الكويت شادية وهي بتمثل دورها الوحيد اللي قدمته في عالم المسرح، الجمهور تفاعل معاها جدا وفضل يسقف لها لدرجة إن العرض وقف دقايق واشتغل التسقيف بس، وده اللي ضايق حمدي أحمد وقال في لحظتها على إيه كل ده يا ست؟ وده ضايق شادية جدا وشافته إن قلة احترام من زميلها ورفضت تكمل في المسرحية إلا لو هو مشي، لحد ما مشوه فعلا وجي مكانه أحمد بدير. ربنا يسهل. ده أنا بتكل على الله وعليك في الحكاية دي. بس مش كل الفنانين مشيوا بمشاكل من المسرحيات، ففي مسرحية الواد سيد الشغال سوسن بدري كانت في المسرحية لمدة 3 سنين بتقدم العرض، لكن اعتذرت عن المسرحية بسبب ظروف خاصة، والمسرحية لما اتصورت للتلفزيون اتصورت بمشير اسماعيل. وبمناسبة هد الثوابت بقى بالمرة، فاكرين جملة سرسار يا مسعود سرسار؟ يعني شيرين في المتزوجون معروفة. طلع الدور ده بقى ما كانش لشيرين أصلا، كانت هوايدة بنت الفنانة صباح واللي كانت موجودة طول فترة عرض المسرح، وأول ما جت تتصور للتلفزيون هوايدة سافرت، فاللي اتصور بيها المسرحية شيرين. مش بس 900 جنيه، ومش هي بس، ده صاحب الدور مراد حنفي كانت فريدة سيف النصر، لكن مشيت وجي مكانها رواية سعيد. وخليني أقفلها لك بقى بمسرحية شاهد ما شافش حاجة. فالبطلة اللي كانت قدام عادل إمام كانت هالة فاخر وقدمت العروض معاه، وقبل تصوير المسرحية اعتذرت بسبب وفاة والدها، وتطلع لنا المسرحية بعادل إمام ومكانها الفنانة ناهد جبر. إيه المسرحية اللي نفسك تشوفها بالأبطال القدام؟ ولا الثوابت ثوابت ومقتنع بالأبطال الموجودين؟ هستناكم في الكومنتات.